السلام عليكم أحبة المشاهدين وصباح الخير على أهلنا وناسنا. اليوم نتواجد بمنطقة الشعب وتحديدا بالسوق صحولة سوق الصبح، راح نطلع على هموم الناس، معاناتهم ومناشداتهم والعيشة اللي عايشيها بهذا السوق، خاصة من الطبقة الفقيرة وأصحاب البسطات والمحلات. انتظروني بحلقة اليوم من برنامج المراسل، لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مرة أخرى، ودائما بكل بداية حلقاتنا نصادف أصحاب المشاكل المستمرة والما تنقطع، هم أصحاب التوك توك، أصحاب القوت اليومي اللي يشتغلون بمناطق الأسواق والمناطق الشعبية حتى يقدرون يوفرون وسيلة أو سبوبة رزق إلى عوائلهم. وياي أحد أصحاب التكاتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك قلبك؟ شلونك قلب الله يحفظك. شنو مشاكلكم أهل التوك توك؟ والله تطلع منها الرأس شارع يلزمك غرامه 50,000. زين انت تشتغل بالفين ب3,000، تروح تطين للمرور تحط اللي بجيبك. انا وين وصلت فينا؟ يعني معاناة شاب عراقي يروح يشتري ملابس، يروح يطين لعائلته حليب حفاضات، وين يروح انا ما ادري. عم قصوا لك وصل؟ والله قصوا لي وصل ب50,000. زين انا رحت منها للمدينه للمظفر مشتغل ب5,000، رحت للبيت خابرت ب45,000، جبت 45,000 صار 50 اعطيتني له. يقول لي شو اسوي لك انا شبيدي؟ ليش قصوا لك الوصل؟ غرك وسبب؟ يقول لك وسبب طلع رقم مليون. زين لو عنده مليون اشتري تيك تيك، اشتغل بالتيك تيك، ابقى بالتيك تيك. العالم ورق ب49. ملينا يعني معاناة شاب عراقي، مليت يعني. كنت تشتغل باب الشرجة طلع لك 10 15 20. هسه ما يطب ابوك، الباب معظم يحجزونها. راس شارع مال الشعب بالستة العصر خذ زلمة تطلع راس شارع. يعني ملينا والله. اذانه كلش يعني تيك تيك كانت بخمس ملايين هسه ب3 ونص. عالم قامت ما يصير ما حد يشتريها. ملينا يعني، ملينا كلش، ملينا بزعنا. قبل التيك توك شو تشتغل؟ والله حمال بالشورجه. شلون وتطلع يومك يوم ماكو؟ بس ماكو الحماميل ذاك. أيوة. انا شفتهم قالوا شغل ماكو. والله شغل ماكو، يجون من الصويره ويجون من المدارس. شغل ماكو والله، العالم نايمه بالشارع كاتله الجوع. وبعدين شوية تطورت؟ لا والله ولا كنت تطور بالعباس. والله بعد اليوم شاب عراقي لازم ترتب امورك. شو ترتب؟ والله شو ترتب؟ هذا انت المرور يركض وراك كان زيبك. شو ترتب؟ تطلع عشان تعليماتهم غير يمشون عليها. التعليمات ايش؟ انت اذا انت تمنع التيك توك ليش طببته؟ ليش طببته؟ يعني انت تاخذ نص قمرك تحطه بجيبك والباقي الفقير يتاذى. وهاي المطب اللي وقعتوا بيه. اي والله يعني اكو عالم يعني قاعده ببيته والحسين تصعد وياك عالم معاناة لقمه ما عاد تاكل. شكرا. صباح الخير. صباح النور الفارس، الله يحفظك. يا ايش عندك؟ والله امتشي. ايه شنو قصتكم؟ قصتنا مع المرور، يعني المرور اذانا كلش، يعني يجيك يقص لك وصل 100,000 ب50,000. يعني احنا ناس سواق بس هاي غريب 115 باليوم. لكننا حمالين من السوق على باين، وهاي ويجيك المرور يركض وراك 25 30 50 100، قصنا وصولات ليش ما اعرف. اكو يوم كضون انا مسيطر مال الشعب مساعده بالكريم. يعني هسه يم هنا بسوق الصبح اكو جماعه بيكم مرقمين وهم يقصون. اي اكو. تعال حتى الشاد رقم يلزمونه ويحجزونه. قال هسه هاي رقم وسنويه بعشيره حاله من حال السياره، ليش تحجزه؟ قال لك ممنوعه. ليش ممنوعه؟ لان انطببتها. يردون الواحد قوي يطلع من الطريق، يريد يروح يبوق يسلب. هاي مناشده للدوله. انت طببتها وناس على باب الله. ليش تسوون؟ حجز 50,000 بس تطلع للركن للراس شارع، ماكو شيء. يجبرون الشاب العراقي يطلع من الطريق. انت مخلص دراسه؟ مخلص دراسه وعندي شهاده مال سادس، ليش هي قاعده بالبيت؟ صار لك جد متخرج من صار لي بالسنتين. وقاعد وساك، تاي اشتغل بتيك تيك. يومي 10 5,000، اعطيه المصرف للبيت، للايجار، لمن اعطيهن؟ لو طين للمرور هسه اركض وراي. حالات صارت عندكم مال وصولات؟ كل فتره. كل فتره قص له وصل بس اطلع الراس شارع. واحد مرات ينجبر يطلع ما عنده فلوس، مين يطلع عائلته؟ يروح يشتغل يقول لك بعدين يذبح على الله. اللي طوب شله بك المرور، ماكو شيء. راح مال والدي قال لها هسه انت لمن نزلتها؟ شكرا لكم. شكرا. العفو. يا شلونك حجي حبيبي؟ حبيبي شلون صحتك؟ انت بخير كله؟ كنا بخير ان شاء الله. ايش قد عمرك حجي؟ انا عمري 64. 64 سنه قاعد بالشارع. ايه
اي ما عندك راتب رعايه؟ لا لا. انت معور؟ اي معور شلل. شلل نصفي. شلل نصفي. اي غير يعطوك راتب المفروض؟ ما يعطون. راجعت؟ راجعت وهاي. شو يقولوا لك؟ هاي فلوس وهاي وادفع فلوس، انا مالي؟ انا العالم تترحمني وقاعد ببلاش. تترحمني؟ يا احنا حكومتنا احنا من ناسي هذاك الزمان كان اشرف اشرف الناس. والله الوضع زين بس القلة زاد، نعمل البطل زيت كان بألف صار بثلاثة زين. وين صاير؟ عم بزماننا ما صاير. زين عم انت وين بيتك؟ بعيد تجي بالعكازة؟ لا والله هنا يم مكوال خطر. ايه؟ اجي بالتكتك. وهاي الناس تعطيك تصدق بي يعني فلوس لك؟ اي والله. اعطي اكل بيها اسوي بيها. زين؟ صار لك شقد على هذا الوضع؟ والله صار لي هواية. يعني شقد؟ هواية. زين اصحاب المحلات مساعديك بهاي القعدة؟ لا لا مساعديني. ناس طيبين، ناس طيبين، ناس عندهم غيره، عندهم شهامه. غيره بس يا جاي نمر بظرف شويه صعب. صعب الوقت بالعالم تتحصل على الخبز والله اكو ناس. الله يسعدك. بس نقول الحمد لله والشكر على الله. تمام هاي سلاماتك عمي. رحم الله وجهك. الله ان شاء الله يفك على وجهنا. ان شاء الله دع لهذا البلد يفرج عنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يفوز علينا ان شاء الله. لولا الاعداء يروحون من عندنا. شكرا لك يابا. مثل ما تشوفون هذا الحجي قاعد بسوق الصبح يا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشلل نصفي، هذا اولى من الصاحين بالراتب مال الرعاية. حتى لو تطو 125 ألف 150 ألف حتى لا يقعد هاي القعدة بنص السوق وهذا وضعه. لا 50 إيش قد؟ حتى لا 50 استحمد الله. جاي سمعون 50 ألف. شنو قيمة؟ شنو قيمة 50 ألف بالنسبة للوزارة مختصة بشؤون الفقراء والمساكين والمطلقات والشايفين الضيم؟ ايش بيه هذا الحجي صار له ايش قد هنا قاعد؟ هذا الحجي شوفوه صار له بالسنتين ونص هنا قاعد. وانا متكفل بيه اوديه للشقه وارجع، قاعد بشقه خطيه. ايجاره 100 ألف. الجهاز الشريف. اوديه للشقه وارجعه، واصعده بايدي. قاعد هاي القعده لا عنده لا لقمه ياكل، يشتغل يومه ب 5000 ياكل بيهن، بس ضال بالبرد بالضيم بالحر. هنا قاعد. شكرا لك. شو انا خالو؟ شو عن صحتك؟ والله بتكتك انا. اي والله. هاي لاحقيننا حسرة نطلع على الشارع حسرة شيء يلزمونا. زين والله العظيم. قالوا اهل التكاتك يكبسون فلوس. شو نكبس فلوس؟ فلوس يا شيخ عمي على 1000 دينار توديك المكه ب 1000 والله المكه توديك ب 1000 وتعال نزل العناقه طبوا بهنيه هاي. حبيب الغالي السلام عليكم ورحب بكم القناة خدمتك احنا صوتكم انتم ان شاء الله واسطه يعني بين بينكم وبين الجهات المعنيه. اكو حالات بالمجتمع يعني هسه انت طلعت عليها يعني هاي واحده من الالاف وملايين فيعني حكي ما يفيد يعني جد حكي انا جد رد فعل ماكو بس حكي فاحنا نريد المسؤولين ينتبهون على هيك حالات خطيه مزريه يعني بالسوق والله باوع الناس يعني يتغدون ما يتعشون مسحوقه سحق يعني هاي شوف على الباله وعلى اللنقه واحنا بلد نفطي يعني ثري مو غني ثري صار واقفين انا على نفط زين ما معقوله يعني لهالدرجه يصير يعني حاله يعني شعب خطيه يدمروه فاحنا نريد نوصل صوتنا للمسؤولين يعني بلكت هذول ينتبهون عليهم اكو حالات يعني يعني ايش على راسك شيء بلا شيء الحج يقول 50 ألف اذا تعطيني وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه راضي يعني ماكو يعني انت تعال باوع فد حالات تظهر وبعدين خدمات ماكو هذا سوق انت جيت هاي مطره صغيره باوع الناس ما حد يقدر يطبها فنريد انتباه يوصلون صوتنا يعني لهالمسؤولين هذا يعني وهاي احنا نريد هاي الحج متقاعد؟ متقاعد نعم قد راتبك 500
ايش قد خدمت العراق؟ فوق ال 30. حلو 500,000. اي شو تسوي؟ علاج وامراض مزمنه وش اسمه ما تكفي. ليش ياخرون رواتبكم؟ والله هاي بعد احنا ما نريد ندخل بتفاصيل. كيف يشتغلون بيها؟ الله كريم، هاي شو تسوي؟ نريد توصلون صوتنا وهاي الناس يعني بارك الله بكم. هسه انت مني جيت يعني على هذا الانسان هذا نموذج من اي فاحنا نقول بلكي تباسطكم انه توصلون صوتنا وهاي اللي نريده ان شاء الله. الله يعني ممنون بارك الله لك. يعني وزاره الرعايه قدمت ب 2016 لحد 2020 21 ماكو. قال عندك بيت عندك؟ قلت له ما عندي عمي. سياره الحمد لله والشكر. زين قلت الله مطلع اخلاقك عافيه الحمد لله والشكر. المهم قال جيب لنا كتب سبعه من وزاره الزراعه من وزاره الطابو من يعني من كلن سبع كتب جبت وديت حتى تخلص المعامله وديت للقاضي. قال لا الشاب وبي حد يشتغل ليش؟ حلو زين لو لا وانا صاحب ايتام ومعوقين. يعني ظلمك القاضي؟ ايوه انظلم. هاي طحت بالقرار وشققته وذبيته. قلت حسبي الله ونعم الوكيل. وهسه هاي تك تك جاي يشتغل بيها. هسه وعد بنيه مريضه والله على انسولين. كيفك؟ دكتور؟ اي والله. ان شاء الله الشفاء العاجل. رحم الله والديك. قد تصرف عليها بالشهر؟ والله الشيشه ب 20,000 تشتريها. شيشتين. حلو. 40 على سرنجات. أيه. على استيكات على يعني شغلاتها على مولده على غاز على زيت رحم الله. ها والله أيه. الانترنت لا غنى من البيت. حلو. اي ب 2022 ما عندك انترنت؟ اي والله ما عندي. جاي شوفه غير لو لا رعايه ما عندي. كيف لك الله راجعت راجعت رديت يا معودين. قال روح المحكمه هان بالعلاوي ورحت لها اعطوني الكتب سبعه كلهن جبتهن ما عندي شيء. يا ابو هاي الكتب؟ قال والله ما القاضي يقول بيك حل تشتغل من بيت العب حديد. قلت له رحم الله والديك. شكرا لك. وانا تاكيد وقت هاي اذا تعبانه من الولاده غير يشوفوك الباحث يشيكك. اجتنا الباحث البيت. اي قلت له عم هذا حالي وهاي حتى جات بنت بنايمه مستشفى. قلت له بس هذا الزغير شوفه والبنيه بالمستشفى ما ادري بعد هي وضميرها كتبتها هي وضميرها شو اسوي لها بعد. ممنونين من عندك. عين انا وسهلا انا بقناتكم. هاي ثلاث حالات شفناها بدايه سوق الصبح بمنطقه الشعب. رجال كبير بالعمر عمره 64 سنه يمد ايده باب السوق لا راتب لا رعايه وبيشل النصفي. الاخوان هنا من اصحاب التكاتك يقول اروح المكه بألف دينار. يعني قصده يقصد الطريق بعيد عمود الالف دينار وجاي يغرمون التوك توك 50 و100,000. احنا قلنا بحلقاتنا السابقه انه يجب على مديريه المرور العامه يعني دراسه هذا الموضوع مره اخرى لان اصحاب التكاتك من اصحاب الطبقه الفقيره يجب مساعدتهم او تقليل من سعر الرقم مالته لان اغلب البطاله امتصتها هاي التكاتك الموجوده بالسوق وقاموا يشتغلون. هم جاي يخدمون اهلهم وناسهم بمناطقهم ومو بالشوارع الرئيسية بالشوارع الفرعية التابعة للأسواق والمناطق الشعبية. متواصل وياكم حلقتي لهذا اليوم لكن انتظروني بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم مرة أخرى بسوق الصبح بمنطقة الشعب ويانا أحد أصحاب البسطات. حياك الله حجي. حياك الجميع إن شاء الله. رحم الله والديك. شلون السوق اليوم؟ والله تعبان السوق صار له شهر هيك تعبان. ليش؟ ما ادري ما ادري ما حد يشتري. صدق؟ والله. ليش هذا العزوف من الناس من الشراء؟ رواتب ما ادري علي ما اعرف والله. عندنا وراكة السوق. زين وضع السوق شلون الخدمي؟ شوف مو زين. مو زين. مرمر مو؟ لا تبليط بس راح تكسر. راح هاي شنو هاي الشوارع الفرعيه؟ كلها شوف هم قدامك كلها دفناها وهاي دفناها بقرده. انتوا سويتوها؟ اي والله. شلون هالمطره؟ والله زين المطره. والمطره القويه شو يصير بهذا السوق؟ ينترسم نعزل نعزل والله المجاري يومين يلا يجون وتلم لهم فلوس. يا قد ما اشتغل عماله قلت لي؟ يمكن 20 سنه هيك. حلو والله. وهسه شويه قدمت فتحت بسطه؟ لا تمرضت
عمرك طويل. والله شاء والله تمرضت بعد ما بي سكر وضغط وجلطه. حلو. اي شهرين انا فقدت الوعي ما ادري بنفسي وين. قاعد بجار؟ اي الله يساعدك. شكرك. طبعا اغلب العراقيين قاعدين بجار. شلونك عمي؟ هلا بك يا اهلا وسهلا. الله يعزك. والله مطر ومجاري مسدوده تنسد، ابو المجاري اللي يلموا له فلوس يلا يجي. حلو. وشغله مو مضبوطه يعني. ابو يعني البلديه ما عنده راتب؟ انا ادري غير تقولي لهم يا اخي، انا ببيتي والله من تنسد المجاري الا 25 يلا يجون يفتحوا لي اياها، مال الدرب يعني مال هنا انا قاعد لي غد. والله العلي العظيم. الله يسعدك. اي والله. لا والله يا ابو عامر كاسب شنت نجار محلي بشارع شيخ عمر يوم مطعم القرغلي. ايوه بس كبرنا ولبسنا احتياط ومن 82 بطلنا. الله منطينا مكتفين الحمد لله والشكر. كان شغل زين وواحد يشتغل كوننا لنا بالاخشاب المستورده هسه التركيه. والله هي اثرت على السوق يعني وهذا، بس المعروف يجون عليه يشتغلون. احنا معروفين هنا بشارع الصحه، نجار ابو خالد اخويا يصير هو ولده ما شاء الله مفتحين يشتغلون يجون علينا. واني بشارع شيخ عمر نعمه فضيله يعني الله اعطاني وهذا كافي يعني قاعد. طلبت من رب العالمين عمري 60 سنه واقعد ما اشتغل بعد صدقني. حق الجماعه بغير ميعاد الحمد لله والشكر. راضي؟ لا لا راضي بنعمتي نعمه فضيله. زين ايه. عمي بما انت صاحب مصلحه ومنطقه ايه. شلون اليوم تشوف السوق العراقي؟ اليوم بدا العراق يتراجع بمساله التصنيع الصناعه. اي ايه ايه والله تراجع يعني هوايه بس شو اسوي؟ شو اقدر احكي يعني لك؟ المستورد اليوم المستورد هو اليوم يعني ماشي وها بس اكو عالم ما ترغب للمستورد يعني يتفسخ تتفسخ الباب يومين ثلاثه شهرين سنه سنتين بينما انا هسه مشتغل بيوت يعني يقول لي رحم الله والديك صار لها سنين بدي اشوف شلون لان كبس مضبوط وحشو مالها مضبوط وها شغله مضبوطه. هسه قلت لك هاي عندي اخويا محل على الصحه شارع الصحه ده شوف شلون نجار ابو خالد يعني يشتغلون ما شاء الله. مصانع عراقيه شنو كانت بالنجاره عندنا معروفه؟ شنو هي شلون؟ المصانع هي الحداد النجار. لا اقصد الخشب. الخشب الخشب هو هذا انواع سويدي كان بالاول سويدن ماليزي معاكس ماليزي فاخر. اي موجود بالسوق هم نفس الشيء يجي يعني بس هسه ده يجي نوعيه بعد احسن. انا نوبه رحت السورية بال 2010 اريد لي فت خشبه بها عقده ماكو. احنا دزنا يا معقد واعوج وهاي قلت لهم يابا شنو هاي؟ يقول هاي احنا نطلب طلبيه هالشكل. هذا التاجر يعني اللي يبيع احنا جيبونا السكراب. احنا جيبونا السكراب الله شاهد بس الصاج الصاج يجيبونا يا بورمي مضبوط. اي انواع هذا بس باقي الخشب روسي اي روماني وما يصاير. هسه شوي للطرفه هسه هسه كل زين. هسه اسالك سؤال للطرفه. طرفه يعني يعني كم مره ضارب صبعك بالشاكوش؟ اي والله ضارب يا زدي يا اي شو تسوي يا بيه؟ الله العمل اهلا وسهلا. شكرا يا الله يرضى عليك. الله هم اريد اقول لك شغله يعني جايه جديده دا يفترون على البيوت. البارحه والله قلت لهم خير من الله البرميل النفط صار 90 والله مال ايتام انطونا بنات يعني. اثنين وولد اثنين على كل منا ومنا كامشين هذا الفرع. الله البارحه قلت لكن الله تفوتون انتم يعني احكي لكم هاي يا سبحان الله جتي عدلة يعني أنا ظاهرة يعني ما أدري الحكومة تدري بيها ما تدري بيها ما أدري بصيغة جمعية للأيتام جمعية للأيتام الحكومة خير من الله ونعمة فضيلة برميل النفط صار ب 90,000 زين شنو هذا تفرع خلوه راح فجرت بيهم فجرت بيهم اي والله وهنا يفترون نوبات بالسوق يجون يجي النسوان زين هنا خلنا خطوان يودوه يودوه انا ادري وين يودوه يا اخي وين كان ب 16 دولار بوك صدام ومكتفين وكافين هسه 90,000 وصل 120,000 وكل شيء ماكو مو وصل 120 البرميل خلنا ناخذ ماي ماي ناخذ بطل انت بالمي عندي كتلي حاطه عصب ودرت بالبطل زاد وشو قلت خد اشرب منه هذا زين مصف يا بصدقني ريحه جايفه قلت له شنو هاي؟ في البوار التاسيس مال لا يعني ما لو الضخ ما ضخ وانا ادري يا اخي ما ادري يعني بينما عصبه ما يحار بس قام يفاور وهاي درت منه بالبطل قلت عود اشرب منه شرب جايف بس ما سياره يا دهن ما سياره يهون
يمشي البطن. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا. هلا بيكم، فرصه سعيده. هاي احدى القصص اللي نسمعها يوميا بالاسواق العراقيه. اكو ظاهره هسه جديده موجوده بمنطقه الشعب، اكو مجموعه تدق البوب على الناس، تريد من عندهم نفط للايتام. يعني يجب على وزاره الداخليه، جهات السلطات الامنيه، متابعه مثل هكذا تصرفات لبعض المجموعات حتى يعرفون هاي النفط هذا وين جاي يروح، المساعدات هذول تحت سقف منو يعملون. والله واحد اللهم يعني جزء يروح للطريق الصحيح او يبيعوا بالاسواق السوداء ويستفادون من عنده ماديا، لان يستغلون طيبه العراق. اليوم ابو الغيره لما يسمع واحد يتيم راسا يطوي يقدم، لكن اليوم وصل الموضوع الى موضوع النفط الابيض، ياخذون يسحبون نفط من الدور العراقية حتى بحجة يودوها للأيتام، لكن المصدر لحد الآن مجهول. خنروح نشوف أبو الدجاج اللي راد. الله يعزك عمي. هذا وضع السوق مال منطقة سوق الصبح منطقة الشعاب. صباح الخير، شلونكم؟ هذا عراقي؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. بس لا تعور ايدك. لا ما عادش. صباح العسل. صباح النور. بيش الكيلو؟ اهلا. باربعة ونص الكيلو. سعارنا جملة هنا. حلو. الله يسلمك. عراقي هذا؟ كله عراقي. شلون الدجاج هسه غلى عن قبل؟ اي والله بسعود الدولار كلش تأذينا، صعد يعني سعر السعود ضعف. ضعف سعره. قالوا الاكل ماله العلف. صار بمليون، مليون ومية. الاعلاف نعم، القونية صارت 700، كانت قبل 450، هسه قلنا 700. ضعف. الحقول خسرت، التجار خسرت، احنا تاثر على بيعنا وخسرنا، نكثر الشراء كنا مستوقين قبل على الدولار وصار الدولار فتاذينا السعوده. زين عندكم دواجن تكونوا تسوقون يا منطقه يا محافظه؟ والله يوم يا محافظه، يوم دياله، يوم تكريت. اقوى بزيل. محافظه تصدر دجاج، اريد نسمعها منك. اقوى محافظه دياله. دياله. اي كلها دياله. دجاجها زين؟ والله زين، بس تأذوا بهالسعود هذا. نعم نعم، بالأعلاف تأذوا. يعني صار حتى الأفراق الفارق يشتروا بالدولار، العلاجات يشتروها بالدولار، الأعلاف بالدولار. و جيت لي أردت عين. أي أنا خريج هندسة ميكاني. شلون؟ أنا خريج هندسة ميكاني. يا سنة؟ أنا صار سنتين متخرج. يا جامعة؟ جامعة بغداد. هندسة ميكاني. نعم. المفروض هسه انت تفسخ الماكينة مع السيارة. شو تسوي هنا؟ تعتبر عامل ميكانيك، بس الدولة هاي التعبانة شو تحصل من عندها؟ كل شيء ما نحصل. الاسم بالخير. أنا محمد. محمد خريج هندسة ميكانيك جامعة بغداد، قبل سنتين تخرج 2019. نعم نعم. 2019 يبيع هنا دجاج، ما لقى أحد بعد. وين يوصل يعني مرحلة دراسية وعلمية؟ هندسة ميكانيك. سنين تعب ودراسة وسهر وكل انجليزي دراسة. قال الهندسة أصعب ترى، تعتبر حالة طبية مقاربة للطب، ودراسة تعب وسنين دراسة وركض ومدرسين وروحة وحر وبرد. زين هاي الشركات مال السيارات ايش ما تجون تشتغلون بيها؟ والله الشركات رواتب قليلة وشغل من 7 للـ5 العصر، يعني ضيع ليلك ونهارك كل يومهم لازم، وراتب يا دوب يطلع له 700,000. 700 تصرف مصاريفك، 300 ظلك 400، ما تقدر تحصل شيء من عندها. شكرا يا ابو جعفر، الله يسلمك. طولنا وياك ورزقك ان شاء الله مرزوق. مثل ما شفتوا محمد خريج هندسة ميكانيك جامعة بغداد، عام 2019 تخرج، اليوم بأحد المحلات الموجودة بسوق الصبح بمنطقة الشعب يبيع دجاج عراقي. الله يرزقه. بس محمد مكانه مو هنا، محمد مكانه بالمعامل للسيارات، سواء كانت العراقية العربية العالمية، حتى يقدر ينقل العلم اللي درسه واللي امتحن به واللي نجح به للمستهلكين من السيارات، حتى يقدر ينقل هاي الدراسة إلى الواقع وما نعاني من مشاكل، سيما أن اليوم العراقي يعاني من بطالة مقنعة وعدم وجود معامل تستقطب هؤلاء الخريجين من شهادات المعاهد والبكالوريوس، حتى يقدرون ينقلون سنين الدراسة اللي 16 و18 سنة يدرس، حتى يقدر يوصل هاي الدراسة إلى الأجيال المتعاقبة. لكن اليوم واقعنا إحنا بداخل هذا المحل، متواصل وياكم حتى ننقل هموم محمد والناس أصحاب البسطات والقوت اليومي للجهات المعنية. مع
بعد ما شفنا محمد خريج هندسة ميكانيك اللي بمحل يبيع دجاج، الله يساعد الخريجين اللي مثل محمد ويملكون شهادات عليا باختصاصات علمية واصلة لمرحلة الدراسة العليا. نرجع أصحاب البسطات اللي رضى ويانا. شلونك حبيبي؟ حبيب قلبي، يا مرحبا لسينا، شرفتونا، يا مرحبا. الله يعزك. شلون السوق اليوم؟ يعني هو السوق وضعته كلش، الوضعية مال السوق وقفت مو مثل قبل. يعني الأسباب والله صار هواي تقريبا قارب 20 سنة، من أني طالب إلى أن كمل الدراسة، خاصة إحنا كنا جيل السبعينات، انظلمنا بذاك الوقت وبهذا الوقت. ذاك الوقت نظام البائد كان تعرف عسكرية، وطلعنا نفس الشيء، أعمارنا فايتة، ما لنا بعد مجال بأي شيء، فماكو حل وسط. يعني هي هاي أبسط الشغلات اللي نقدر نوصل لها، يعني هي نفتح بسطيات ونعيش الحمد لله والشكر، الله مكننا والحمد لله والشكر. بس تجي يعني أنت إذا تلاحظ، هو البلد بلد خير، يعني مع الأسف هيبة العراق ضاعت، لأن هذا البلد كان كلها الناس تلود بستة، يعني من كل الدول العربية. يعني هذا كان اللي الأردني يجي يسترزق من عند مصر، يقول لك التعراقي، إيه كلهم كانوا يعيشون من خيرات هذا البلد. هسه تلاحظ يعني مع الأسف، يعني أول ما قضوا على الصناعة وأنه قضوا على الزراعة، يعني هاي هسه بالنسبة لهاي الطماطم مال البصرة كانت تنضرب بيها المثل. يعني هسه مع الأسف قام تتقلص الزراعة عندنا بالعراق، يعني اعتمدنا على المستورد بس. ليش؟ لأن شنو؟ يعني بعض الأحزاب المتمكنة والنبوذة قامت تقضي على الأراضي الزراعية في سبيل حولها إلى مناطق سكنية، وفعلا وجاي يناجون. الحد البارحة طلعوا شوفين مقبرة النخيل بأطراف بغداد، عدوا وعدوا. ليش؟ لمن تريد توصلون؟ يعني ما كافي يا ما أخذتوا يا ما، يعني أنتم لو تفكرون انتم، يعني دول اللي هسه راح تصير، لو تفكرون يعني هي الصدام ما دامت تريد تدوم إليك. فهذا يعني ما اعرف البشر شو وقت يمتمتم، يعني شو وقت تقتنع. احنا ما نريد شيء، يعني نريد هاي يباعوني لهاي حال الشباب، حال الفقير، حال الناس اللي تعبت. يعني الشعب توزع 4 فئات، طبقة فقيرة، طبقة متوسطة، والطبقة الزنقيلة، والطبقة اللي جاي تدبر عيشتها بيوم بيوم. زين، يعني انتم الى متى تشوف يعني الوضعيه السوق كلها واقفه، الناس دايخه، المواطن من يطب للسوق يحتار شو اللي يريد يشتري الاطفال، ما يعرف اذا امكانيته قليله ما يقدر. زين، ما اعرف يعني اللي يريدونه هم بعد شو اللي سويتوا. يعني انتم هذا البلد والخير مالته تاخذونه تعطونه لغير دوا. يلا يا عم على اسف، يعني النفط، الزراعه، الصناعه، زين ما خليتوا شيء لهذا المواطن، شيء يريد يبقي اللي هاجر، وقلتوا هاجر يروح يهاجر. مع الأسف يعني أقول لك هذا العراق هيبته ضاعت، هذا العراق اللي كان كل الناس تتنخى به، من الصير كلها تتنخى باسم العراق، مع الأسف من وراء ذولا اللي إجوا ضيعوا هيبته، مع كل الأسف والله. شكرا لك رب. حبيب قلبي يا مرحبا، شرفتوني. الله يعزك. رضا موجوع قلبه على البلد، هذا البلد كنا موجوعين عليه حتى يعيد هيبته من جديد، صناعته، زراعته. اليوم الوضع بالسوق العراقي مخيف ومريب، وايضا اي تعال جوعانة. انت جوعانه؟ ليش جوعانه؟ ما عندي فلوس. لا اله الا الله. جوعانه. انت مره عراقيه جوعانه؟ اي جوعانه. صار ايش قد ما ماكله؟ والله ما حد يطيني. ما حد يطيش؟ اي. ليش ما عندك راتب مره عايش؟ ماكو كل شيء، بيت ما عندي. ايه. رجال ياكل من حالي، ما عندي اكل. اي هذول كلهم ما حد يطوني. عندك اطفال؟ عندي. ايش قد؟ 2. عايفتهم. اي عايفتهم. ما اي انا جوعانه والناس ما ترحم بحالي. عراقيه اليوم اكو ناس خيرين يوقفون. انت تقول هيك بس الناس ما ترحم. يوم ساعدك باكر اقول لك ايش بيك. بس أنا ما عندي، تعبت حيل. أريد الله ياخذ عمري، كل شيء ما أريد. أنا مرة مريضة، كلش مريضة وما. بس إحنا راح نقدم لك المساعدة وتدللين. من ما حد يساعد؟ إحنا أنا راح أساعدك. ما حد يساعد، ما حد يطي، ما حد يساعد، ومتت. إيه. وماكو مساعدة، ولا فلوس، ولا راتب، ولا وطن، ولا هاي.
اي 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 هي وهذا احنا مجتمعنا، ومن واحد يقول انا اتطلق اقول شكو تتطلقون؟ ما ادري يعني حرت بالزمان وانا اطوج وانا اروح. المهم بعدنا موجودين بهذا السوق حتى نقدر نوصل هموم الناس. وهاي المرأة العراقية ايش دمعت تشتكي ليش؟ ما عندي دمعت لان انا عراقية ما عندي، يعني حرت بزمان وانا اطوج ما عندي، يعني ما عندي شلون؟ ما عندي ما عندي ما عندي شلون يعني شلون؟ ما عندي ظلت عمر حياتي ما عندي. شنو عمرك؟ الله يطول بعمرك. 45 35. زين ليش ما تشتغلين؟ ما اقدر اسوي خياطه، ما اعرف خياطه ولا اعرف كل شيء، ما اعرف. العالم بالسوق هم تساعدك؟ ما تساعدني العالم، ما تساعدني ما تساعد، يقول لك انا ما عندي، ما مجبور يعني الناس ما مجبوره تعطي. المفروض ماشي تمام. مثل ما شفت هاي المراه العراقيه موجودة بسوق الصبح بمنطقة الشعب تقول جوعانة، وصل بينا الحال إلى هذا الوضع ما هو عليه. وين اللجان؟ وين الجهات المختصة؟ وين الوزارات؟ وين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟ والله العظيم راح أنفجر آني من الهموم اللي جاي أشوفها بالشارع. حسوا بالعالم وحسوا بالفقير، كافي عاد وصلت حدها. مرأة عراقية تجي تبكي تقول جوعانة جوعانة، زين ما يحس بالجوعان بس الجوعان. سلام عليكم. ما ادري ما ادري حتو هذا بعد عم بيننا ايه هذا ودنونا على التيلو تعرف ليش عاوز تراب تاع عربانة ما هو ما يطلع عربانة تيلو متواضع عندك عربانة؟ ايه هذا بعد ما يطلع عاطم متواضع عراض يوضع انت بعد ما يوضع هذا يوضع تعرف بعدين طب ما هذا تباي تيلوه يشيلون الصبار. لا ده دنا مجانا. الصراحة أنا أشيد بمكانك أنا صار. عادتين تجاي مجال. صار. بلدية منطقة الشعب يقول أبو العربان أصحاب القوت اليومي شيلوا الصبات حتى أقدر أشتغل أني وأصدقائي. ما مأثرين ترى على السوق، هم جاي ينقلون البضاعة مال الناس اللي تسوق وتدير وجهها وتروح. زين هم يعيشون 5,000 6,000 دينار يأخذن مسواق ويروحوا لأهله. فتحوا هاي الصبات. والوضع الأمني الحمد لله وشكر الأجهزة الأمنية ترى ما مقصرة، وأمن وأمان بكل محافظاتنا بالعاصمة كل محافظات العراقية، أرقام ويعني جهود كبيرة للقوات الأمنية من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية كافة تبذل حتى وفرت هذا الأمن، وإحنا اليوم نعيش بأمن وأمان. بس اعطوا مجال للفقير يا أمانة بغداد يا بلدية الشعب، فتحوا هاي الصبات عن السوق، خلي العالم تسترزق حتى تقدر تنقل بضائع المواطنين، خاصة أغلب الناس اللي تتسوق منهم من أصحاب الشيبة والناس الكبار، حتى ذول العرباين يساعدون ذول الشياب والكبار بالعمر يوصلون مسواقهم لبيوتهم. متواصل وياكم وباقي بسوق الحي أو سوق الصبح في منطقة الشعب. بعد ما شفتوا المناطق والمناظر الجميلة بسوق الصبح بمنطقة الشعب، النفايات موجودة هنا. سلام عليكم. سلام عليكم. ما صحتكم كلنا؟ شنو هذا وضع السوق؟ والله السوق وضعه تعب. 2022 شهر ثاني احنا ترى. اي صحيح 2022 وانت تبوا علينا، هاي حال هاي حال السوق وهاي حال العالم كله موجودة. شهر ثاني 2022 يجون عصين يعيبون عصين بالله عليك. شوف مجاري شنو ما الله يعزك ويسلمك رحم الله والديك. 2022 اي شنو عمي تعبان الامور الامور الوجبه بد وين رايحه؟ نسال الله الستر والله العظيم لكم منه يا اخي. ما يصير لا مدارس لا شوارع لا كيف شايف احنا وضعيه هسه هاي 22 جريمه. وين احنا بيا قرن بيا عصر ما اعرف تحاكي من مسؤول يعني هسه بس ارد اعرف هذا مسؤول البلديه عنده عيون لو ما عد. والله يفوت منا يوميه يجي من هذا الشارع مسؤولين يفوتون منه يعني وكش يشوف رزالة والله العظيم يعني وش قد قضاة محامين يفوتوا منه صح بسيط بس انت ما تعرف توصل لك فد مناشدة من المواطنين انه يا اخوان عدل الوضيع رحم الله والديكم شكلنا الحكومة جديدة على سلام تحشون على شسمه اللي احشي على واحد تكون احسن منه اللي احشي على الناس تكون احسن من عدها يسوي بشرفك والله مساء انا مرة طاحت لا نقدر المدينة عليها مرة طاحت زلقت وطاحت خطير عمرها ايش كبرى ما اعرف عليكم السلام ورحمة الله ملتين بالبوق متين بالبوق والله كله بوق البوق ما ينتهي ابد ابد ثقافه صارت ثقافه مال البوق والله تحدى هسه تحدى واحد هسه احنا عندنا كل ثقافه العلم هذا علم عراق ماكو انت شايف اكو علم عراق تلاحظ
شوف هاي الدول على البلم على السياره وين ما كانوا مخلين هذا العام. يعني انتم ما اعرف تعجز شو تسولف شو تقول. علمنا غايب ماكو والله. هاي العلم العراقي ماكو ثقافه. انا علقت انا مره قال ها كلت راس العالم ذاك اسمه حسك والله علم العراقي. احنا كنا هو العدوى البلد بيه على الجغره. تحب هذا البلد؟ لا شلون انا على اليمن انا شنو يعني والله العظيم. هلا عادل عليكم السلام. بس فين هالرزاله هاي رزاله؟ متقاعد عمي؟ عم متقاعد اي والله. ايش قد؟ شو مزال؟ مالات 300 كل شهر. كم سنه خدمت؟ 30 سنه. يعني 10,000 باليوم؟ 10,000 باليوم، شوف وين تكفي ال 10,000 رحمه على والديك زين؟ 30 سنه بيا مجال بيا وزاره. بالاسكان. حلو. اي والله. زين وين ودي اذا القعد اجار شلون؟ حسب الله انا عندي ملك بس القعد اجار شلون؟ منين يجيب الاكل؟ اذا ال 10,000 تكفي يوميه؟ ما تكفي. زين عم الله الله فينا الله الله بالناس يا معودين. اي والله الله هل اهل التقاعد هاي الناس وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ما نعرف هسه يا وزير هي المسؤول عليها تروح اكو ناس هنا تجار والله والقسم ان يعني هذا قسم عظيم عندهم خير الله ومطلعين لهم مال رعايه بشرفك صدق كذب بخمس ست ورقات ويطلع لي ليش؟ وناس اكبر مني بعمرين والله يتحمى على الشمس قسما بالله والله نسأل الله الستر بس الله يحفظك الله يسلمك والله كل المنتهين باللغف بس ليش يستلم يوم خمسة ويوم ستة التقاعد؟ هاي كيف هم هذول التقاعد كيف هم؟ صندوقكم مو بحاد مو بعد تقاعدوا احد واحد يجاوبني من الجهات هم مو صندوقهم فلوسهم مو بحاد مو يستقطعوا هنا من ستة موظف ما حد يحس بالفقير ابد ما يحسون بالفقير ابد زين والله ما تحس بالفقير ابد المهم هذا وضع الناس هذا حالهم هذا وضعهم الخدمي مثل ما تشوفون جميل المصور باعوا الطين لي وين ب 2022 شهر الثاني يقول مدير البلديه ها شلون وصل للركبه الطين والله زين هاي 2022 هذا الرقم هذا السوق ماله سوق الشعب ايش كبره سوق الشعب شارع عدن باربع مجالس عندنا بلديه اربع مجالس بلديه وينها ها تفضل هاي الناس الكبار شوف هاك تفضل هاي العراقيين الصبح هاي قلت لي ما راح نازلقت زلقت هنا ما راح عمي شيبه والله انا نقدر مديد عليها يعني بشرفك تعال بار انت هسه شو تسوي هذا الشارع بين المستوصف روح شوف المستوصف الطبي تصفن تعجز وقف تقريرك وتروح عمي مشكله وصلوا صوتنا جزاكم الله الف خير يا محترم هاي القنوات الطيبه الشريفه الله يسلمك شكرا الله لك ممنونين السلام عليكم شلونك يا ابو شلون صحتك الله يبارك بيك متقاعد جنابك انا اي نعم ايش قد راتبك والله راتبي يعني من يعني كلش يعني ما يعني كلش والله مسوق سهر ايش قد والله يعطوني 250 ايش قد اشتغلت بالحكومه هو بالحوالي بال 20 سنه اكثر ايش قد يعطوك يعطوني 250 250 ايه؟ وين ويا وزاره كنت وزاره الشؤون الاجتماعيه اه اي والله يا راتب كلش يعني كل شيء ما يفيد انت راتبك راتب ايه؟ حال اي واحد بالرعايه اي والله وعنده هاي عوائل ماكو وعندنا مره ناس النسوان وجهال والله العظيم ما يكفل زين والله ما معشاتني يعني شنو هذا وضع السوق طيب والله شوف هاي الرزاله هاي رزاله هاي 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 اتبرك عن هاي الله يقبل بها محمد واكو ناس هسه عايشه بالسماء وناس شوف حشاك تقبل هاي انت يا ابن عمي يعني مو هذا ظلم هذا ليش الناس تاكل وناس يروح شاتلها ليش يعني ليش يعني هو وحده والله خالق ذاك الخالق مبشر يا ابن عمي لازم سواسيه اي ماكو يعني ماكو عداليه ماكو اكو ناس هسه رايحه مشحوق السحق يعني شنو 250 و300 و400 يسوون غدا بشرفك لو يجيك خطار لو واحد تمرض اطلب للطبيب 150 ماكو ما تفرغك والله العظيم انت مرضت هسه ما شوفني والله لبيت مليون ودعت عيوني مليون وما صار زين والله شوفني والله الحلقة يابس هم ما فادني لبيت 250 ما فادني كل الدين منا ومنا ها عدي يعني مو عمل هذا عمل الله ما يقبل به الناس تفوش فوج بالخير وناس الفقر تشاتلها والله الغموش مرات ماكو غموش بصل تاكل زين ماكو ما يعني ماكو يعني هذا اللي يحشونه هذا لا يحشونه وين يحشونه وين ما كان يحشونه ماكو بس القلب غاتي مين ترى حجي الله يبارك فيك اي صار حجي بخدمتك انا خدمتك هذا وضع السوق هذا الوضع الخدمي اليوم الموجود بسوق الصبح بمنطقه الشعب
حال مزري، غياب واضح. الله، هاي الحالة صارت قدامكم مثل ما تشوفوها، مرة زلقت بالطين هي ومسواقها وعلاليقها. الحمد لله على السلامة حجية. ها شنو زلقتي؟ عاشت ايديكم ملتهين على قولة البسطات. هاي الحالة صارت أثناء تصويرنا الحلقة، هاي المرة الثانية اليوم اللي تزلق بهذا السوق بنفس هذا الموقع، ويقولون مدير البلدية يمر منا. ما شفت المرأة العراقية شلون وقعت وهذا حالها؟ العالم ما تقدر تساعدها لأن عندهم غيرة، يقولون ما نقدر نلزم مرة الواقعة. هذا حالنا بسنة 2022 بالشهر الثاني، هذا وضع أحد الأسواق العراقية الموجودة بالعاصمة بغداد. بعد راح أيضا ندخل أكثر ونشوف الناس. السلام عليكم. هسه هاي المرة الثانية هم زلقت. اي زلقت، هاي شوي الشوارع تعبانة، خدمات ماكو، شغل ماكو، وظل الناس كسبة قاعدة لا شغل لا عمل. يعني تدعون انه رب العالمين ما يمطرها. اي نعم صحيح، هذا صحيح. ان ربك نقول له هذا الشيء ما عندنا كل شيء، لا خدمات فيها خير، وندعي نقول ماكو مطر. نقول هذا الشيء، هذا الخدمات، وهاي الناس قاعدة ايجارها ب 350 ولا بيع ولا مشترى، وظل هذا الشيء. هو هذا القناة ومشكورة الله يعزك ويسلمك. هذا وضعهم الخدمي والمادي. هاي اطفال شلونك؟ 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 بطل المدرسة؟ لا والله بعت لي. يلا هذا بعد تكملة سوق الصبح بمنطقة الشعب. هذا حال السوق بأول مطرة بالشتاء واحنا بشهر الثاني 2022. هذا وضع السوق، النسوان تجي تتسوق، اغلب المتبضعين هم من النساء. الوضع تعبان الأمانة، ما تدري شكو بالأسواق العراقية، ما تدري شنو بهذا السوق بلدية منطقة الشعب. تعال جاوبونا وشوفونا واقع السوق اليوم، انتو لازم موجودين من الصبح بهذا المكان حتى تقدرون تنظفون وترتبون هذا المكان حتى العالم تجي تتبضع وتتسوق. متواصل وياكم حلقتي لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام قلبك. شلونك حجي؟ عين انت. والله هاي الوضعيه تعبانه، ما تسوق اصلا. ايه؟ ماكو لاكو سوق، تعبان شغل عمل، ما كل تواقف. ها شوف حالنا من الصبح لهسه ما بعنا بعد 6000. امان الله والرسول. وانت تبيع لحم؟ وانا ابيع لحم، ما حد يطبع، انا ما عندي فلوس، كلها تعبانه. وين تروح الفلوس؟ وين جاي تروح؟ ماكو، كلها الاخوه الدوله وراحت. امان الله والرسول. عاش سيدك. وداعت خارب الكعبة. هسه احنا هسه العالم تعبانة، تجي مرية تريد ربع لحم، امانة الله ورسوله انا زيدها، هو الربع لحماية وحدة. هسه حطك اياها لحماية وحدة الربع، وما عندها، تجي تعبانة وتقول لي 2.5 وما عندي امانة الله. واللحم كل لحم، واحنا نقبنا بدعش، بدعتي نقبنا بدعش، شو تسوي؟ العالم تعبانة شو تسوي؟ زين انت قصاب، مو المفروض تجيك لجان صحية طبية تفحص اللحم مختوم؟ ماكو، ما حد يجي. سالهم ايش قد ما جايك؟ يمكن والله ايش اقول لك 25 سنة هيجي امانة الله ورسوله. بعد لازم 30 الله يجوك، مو؟ حتى فوق ال 30 ماكو، اصلا ما حد يطب هنا. والله لا احد يتابع واحد ولا بطل، خسارة كل من له. هذا اللي يبيع ب 10، هذا اللي يبيع ب 8. حلو. امانة الله، هذا اللي يبيع ب 8 شنو؟ مال هاي العجايز الصخور التعبانة، عاج التعبان. فهمنا حتى نفتهم. اي وهذا ابو ال 12 13 طلع هرفي. اي. بعد فاعطينا بعد معلومات عن اللحم. اللحم انا اقول لك هاي التعبانه حيل. كيلو الكباب ب10 يمنا. كيلو الكباب هذا مو سعيد، هذا هندي. ها. مو عراقي. يبيع الكباب. هندي غير هذا استيراد اللحم، يجيبونه المثلج. ايه. يجيبونه هنا علينا ويبيعونه للعالم. كيلو ب10. هو زين هو قبل ب11 شلون تبيعه ب10 لو يحصل؟ تخسر بيه. الا لازم تشتغل بهاي المافتيه. احنا تعبانين، احنا ما الحرام هي بالحلال ما دبرانا. والله بعيني فدوى الحلقة. بعد راح ننقل لكم صورة اخرى شوية. الشباب اخوتي بس باعوا الوضعية. هاي بداخل سوق الصبح بالشعب. شلونك حجي؟ حبيبي خالد العزيز. الله يخليك ويحفظك. في سوق تعبان، نظافة ماكو، التزام ماكو. لا حجي احنا ما نشوف زين. هاي شو هاي السوق؟ هاي وضع السوق هاي؟ اكباوة هاي مطرة بسيطة سويت السوق هذا. مطرة ساعة مو؟ ايه. وش صارت؟ ايه. هاي زين انها منظف هذا. تعال خلي ودك لي غاد وباوع. باوع المأساة.
العالم حتى عابت عابت بيوت وطلعت كفيلك الله نور الجريديه والبزازين والوساخه زين خلي باو امين بغداد هذا وضع ما السوق هذا مو سوق عمي الله وكيلك في افريقيا ماكو سوق هاي مو افريقيا ماكو سوق بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل الحمد لله ايش تشتغل بالسوق حجي انا بياع مخضر اي شلون انا مخضر غالي رخيص ايش تشوف انا شفت التقيت باصحاب العلاوي نعم. العلوات الرشيد نعم. جميله نعم يقولون المستورد احسن من الزرع العراقي لا بالعكس العراقي ماكو احسن من اعرف وين المشكله المشكله اي المشكله هم يسووها كيفهم عرض وطلب يعني التجار طبعا زين دعم الفلاح الحكومه ماكو دعم الفلاح كل دعم ماكو فلاح شو يسوي شيل يزرع 18 محافظه على الفلاح العراقي فما يلحق فلازم يجيب لك مستورد طماطه اليوم بيش طماطه اليوم ب 750 هاي مال الزبير لا شلون يقولون الطماطه بكردستان ب 200 دينار ايرانيه مو عراقية بيضة زين اذا جبنا الايرانيه للسوق اكو سحب عليها لو ما يسحبون مو يتاذى الفلاح العراقي نعم يتاذى زين يلا. انا بسمع الحجي بسمع والله يلا شوف شكرا لك حجي باسم شكرا شكرا لك ما اقطع والله شلونك الله يسعدك حفظك الله رحم الله والديك شنو البزونه؟ بزازين بالسوق تروس كل شيء بزازين وكل شيء سولف لي خلي المايك بيدي وسولف بيدك شو اسوي لك على المعلم مخضر كل شيء سولف ايش عندك؟ صوت وزاره الزراعه حلو زين اولا لو تخلي المستور يطب ما يغلى الزراعه زين الباذنجان 1500 ليش؟ لو البوتيتا 750 لو الطماطم 750 وبكردستان بسليمانيه الزراعة رخيص الا يطب قشق يطببونه مو يطببونه يطب مستورد زين بس شنو قشق؟ يعني السياره كنت خذت 6 اوراق 7 اوراق 8 اوراق زين يحملوها على البقرت والبقره راح يطلع المواطن وين نوقع بها؟ وقع بها المواطن زين وتشكس حكومه صار كومه مشكله بس المواطن شنو الشغله؟ زين كلها بالمواطن الاذيه هو المواطن بعد غير موضوع الزرع وال شو تريد يعني؟ خدمات ماكو خدمات مو زينه زين والله لو الخدمات زينه تحل هواي مشاكل صار لك ايش قد ما شايف عمال البلديه بالسوق ما شايفهم ابد ما يجون ابد لا بس انا يعني انا احكيك يا مو بس قليل انا احكيك خريج لغاتك يا لغه تركي حلو زين نصل صمز زين من 2001 شيل شويه تركي حتى المشاهد يقول حتى ابو من ابو محمد الفرطوسي حتى ابو محمد يقول لك دارس ويشتغل تشوك غزل زين كردستان تشوك غزل هذا تشوك غزل جو جميل هنا ماكو جو جميل يوك زين هذا حال ابو محمد خريج بكالوريوس كليه اللغات قسم اللغه التركيه عنده امكانيه يحكي اللغه التركيه بطلاقه بس يمكن نسائها طبعا هي اللغه شو لازم ممارسة. ممارسه يشتغل بقار بسوق الصبح بمنطقه الشعب المفروض يروح الوزارات المعنيه السفارات يشتغل بها مترجم كاي خريج قسم لغات بالجامعات العراقيه لكن وصل به الحال والالف الحمد لله والشكر الحمد لله وشكرا على انت الحال اللي بيه يشتغل هنا بقال بالسوق عندي طالبه بكليه الطب مرحله الرابعه وعندي وحده بنتي كليه الطب مرحله الرابعه زين وذيك خريج ادويه التمريض هسه مرضه وابني كبير بالخامس اعدادي زين رغم الظروف الصعبه اللي مر بها محمد لكن استمر بدعم ابنائه حتى يقدر يوصلهم الى كليات عاليه في المجموعه الطبيه وايضا قدر يوصل مجموعة طبية وأيضا كلية التمريض والأخ بالخامس علمي وأنا متأكد هم راح يأخذ مجموعة طبية إن شاء الله من هذا المكان ناشد كل الجهات والوزارات المعنية وتحديدا أمانة بغداد هذا وضع سوق الصبح يقول أبو محمد وغيره من البسطات مو بس أبو محمد غيره من البسطات يقولون ما شايفين من فتحنا اليوم أي عامل من بلدية الشعب يفتر والعامل ما له علاقه، المسؤول له العلاقه. المسؤول هو اللي يحدد الفرق الخدميه اللي تطب للسوق، المسؤول هو عين الشعب حتى يقدر ياخذ راتبه بالحلال، لكن هذا زين وخلينا نشوف الحج هنا هم عنده كلام، شكرا لك. المسؤول هو اللي يحدد الفرق الخدميه اللي تجي
ترتب هذا السوق مثل ما تشوفون اليوم احنا بسوق الصبح بمنطقة الشعب. يمكن اغلب الاسواق اليوم بعد المطرة هذا هو حالها ووضعها مثل ما تشوفون. السلام عليكم. هذا مشهد اخر من مشاهد 2022. هاي الناس عود الصبح جت هي نظفت على البسطات، هي اللي رتبت المكان، الله اللي يعلم ايش كان قبل. زين هذا السوق لازم لما تمشي تشلب حتى لا تزلق. زين بعدنا متواصلين بحلقتنا لهذا اليوم، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من سوق الصبح بمنطقة الشعب رغم الحال المزري لأمانة بغداد وأيضا بلدية منطقة الشعب. المسؤولين عليها خلي يجون للسوق يشوفون وضع السوق حتى نجي ننقل الصورة الأخرى عن هذا السوق، لأن اليوم المواطن العراقي أبو البسطة وأصحاب القوت اليوم ترى ما لهم أي ذنب، هاي كلها أمراض وكلها بلاوي سود حتى يقولون إحنا اليوم نعيش بعصر كورونا وأوميكرون، يحذرون المواطنين. لا تحذرون المواطنين، أنتم حذروا نفسكم من هذا العمل اللي بيه نقص خدمات. وهاي أول مطرة، مطرة الساعة، وهذا وضع السوق. الله يساعد الأسواق الباقية الموجودة بالعاصمة بغداد. انتظروني بحلقة جاية ومعاناة أخرى مع المواطن العراقي الفقير، لكن وصلنا إلى ختام حلقتنا. انتظروني مثل ما قلت لكم بحلقتنا الجاية. في أمان الله وحفظه.